هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، اعلموا رحمكم الله أن نحبكم في الله تعالى. فضيلة الشيخ، هل التأمين المعروف الآن على الأنفس والسيارات والمنازل وغيرها، هل هذا جائز أم لا؟ تأمين بأنواعه كلها، سواء على النفس أو على السيارة أو على المنزل أو على الأعضاء أو على البضائع، كله حرام، لأنه أكل للمال بالباطل، وفيه مراهنات ومخاطرات وأكل لأموال الناس بالباطل، فهو غير جائز. نعم.